شمس العشي قد غربت واستعبرت عيني من على الشفق قد سترت حين غيبت. السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تلقى في فيديو جديدة كما وعدتكم في الفيديو اللي دات اللي كنت درت على لانيفيرسير ديال ماماري، وقلت لكم في الفيديو الجاية غنتقاسم معكم التحضيرات. دونك اول حاجة بديت بها بيان سور غادي نبداو بالتحضيرات ديال البسطيلة. خديت لي كروفيت درتهم في المقلاة مع شوية ديال الزبدة وشوية ديال الملحة وشوية ديال الابزار وشحرتهم. من تلقوا لي الماء هكا البنات هذاك الماء ما كنضيعش فيه، كان حيت هما خصهم غير واحد 3 5 مينوت باش يطيبوا. الا خليتهم تنشف داك الماء كله راه غادي يقسحوا لي. داك الماء كنصفيه، يعني دابا راني صفيته وزدته على الشعريه الصينيه باش يعطي اللذه ديال الحوت فيها، ما تجيش باسله كتجي بنينه اكثر. ومن بعد صفيته بيان سور درت عليه الماء وهذاك الماء ديال الاخر ديال الكروفيت. هنا غادي ندوزو نصاوبو لاصوص. درت فيها بيان سور الربع هذا الكبار، درت شويه ديال الهريسه وشويه ديال مطيش هذا الحك، درت شويه ديال الثومه غبره شويه ديال الكمون وشويه ديال البابريكا والملحه، درت العصير ديال نص حامضه، لاصوص نيوكمام، لاصوص سوجا والربع بيان سور وشويه ديال زيت العود باش خلطت هذا الشيء كامل. درت كل شيء في الروبو باش يجيني ساهل وطحنتهم. البنات اللي عندكم لاصوص ديال الكروفيت كتجي زوينه الا كان عندكم اوسي هذا الحار، يعني غبره حتى هو كيجي زوين. انا ما درتهاش، لاصوص ما كانش عندي والحار ما كنديروش على قبل الدراري. دونك هادو زيادات اللي كيعطيو للذ اكثر، للاسف ما كانوش عندي انا. صافي درت كل شيء في الثيرموميكس وطحنتهم وخليتهم جانبا. حتى الطيور قد غردت وترنمت طرفي على الواقع. يا شمس العشية أمهد تغيب بالليل رفقا، هيشتي مبيا حتى زدتني في القلب شوقا. ترافق عليا إني في الملح قاست عشقا، في الواد المدهب في الواد الو. هنايا درت داك الحوت البلون، مالوغوزمون المقطع ما صورتوش كامل، حتى هو درتو في طريف ديال الزبده وشويه ديال هذا الملحه وشويه ديال البزار وشحرتهم مزيان سيتو. صافي خديت ديك لاصوص اللي كانت عندي، زدت عليها الكروفيت اللي حمرت، زدت عليها المرصويه ديال الحوت وزدت عليها الشاريه اللي قديت وخليتهم باتوا ليله كامله باش هي باش نقسم الخدمه باش ما يجينيش كلشي في النهار من جهه، وثاني حاجه باش ديك لاصوص تدخل مزيان في المقادير كامله وكتعطي واحد اللذه زوينه. هذه الغدا ليه لو جور دو لانيفيرسير، تما فين خديت سني، ما عنديش سني مدور للاسف، دونك درت في سني كاري اللي ماشي تا كاري، مع شهاده مستطيل اللي موجود نقضيو به. عاوتاني الورقه كانت عندي غير سبرينغ رول، دونك استفتها ودهنتها بشويه ديال الزيت والزبده وحطيت فيها الحشوه وبديت كنطوي بالطريقه المعهوده اللي كنعرفو. درت شويه ديال الفرماج في وسط، درت اون كوش ديال الحشوه ودرت شويه ديال الفرماج باش تجي واحد شويه ديال التعليكه، وزدت كملت حشوه وحده فطبقه اخرى ديال الحشوه وصافي. بديت نجمع بطريقه انها ما تحليش، هادشي اللي كاين. وواج البالح مثل ثريا والساق الأدب يسقي بالأواني البندقية، صففوا القطع وزيدوا ناموا هاد العشية، صففوا القطع وزيدوا ناموا هاد العشية، كلنا كأس في يدو يغتني بالساعة هنية، كلنا كأس في يدو.
بعد دخلتها للفران، خدات لي واحد 40 دقيقة باش وجدت وديكوريتها بداكشي اللي كان موجود. دابا غادي نفوتو لاطارت. الوغ درت اون جينواز نورمال، درت خديت لا غوسيت ايطاليان اللي معروفه. المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، فيهم غير البيض والسكر ولا فارين. درت البيض هو الاول، 4 البيضات زدت عليهم 180 ديال السكر، 180 غرام ديال السكر باردون، وزدت واحد رشه ديال لافاني ودرتهم في تيرموميكس وخليتهم يضربوا واحد 10 دقائق حتى فريمون ولات لا تيكستور ديالهم بحال اون كريم ثقيله. من بعد زدت الدقيق وحركت غير واحد 20 سكوند جوست باش ينسجموا المقادير، وقسمتهم على دو مول صغارين ديال واحد مفاديغ 16-18 سنتيمتر وصافي. درت الكاريط باش كومسا الا طلعات، انا ما درتش فيها الخماره، سيتي اوبسيون كاين اللي يبغي يدير، انا ما درتش خليتها طبيعيه وصافي. دخلتها الفران هنا طابت، قسمت كل وحده فيهم على جوج باش كومسا غادي تجيني 4 ديال الطبقات. وحتى هذه راني درتها البنات واحد الكات جو قبل، دونك ما كتخسر ما حتى شي حاجه. قسمتها ودرت كل وحده في بابي باش نتا الكونجيلاتور، ودرتها في الكونجيلاتور. لو جوغ ميم اللي غادي ندير فيها عاوتاني لانيفيرسير، خديت لا كريم فريش هادي باش نصاوب اون كريم عاديه ديال ماسكاربون ولا كريم. و دونك خديت ماسكاربون هذا ديال 200 غرام ومعلقه كريم فريش وشويه ديال لافاني وسكر. المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. ودونك في الاول غادي ندير لا كريم تضرب مزيان، ومن بعد نزيد معها مع السكر، ومن بعد نزيد معاهم عاد الفرماج. فو فيغ اتونسيون الا ضربت بزاف البنات راه تقدر تفرق لكم الليدام ديالها وصافي كضيع. دونك الجهد في الترموميكس درت لها 3 مينوت فيتيس 3 بارك عليها، ومن بعد زدت الفرماج وزدت واحد 1 مينوت ثاني فيتيس 3، ما وصلتش كاع لا فيتيس 4. هنا خديت راني كنسقي فيها، درت شويه كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر شويه الحامض، فيتهم مزيان فغليتهم وصافي. كنسقي بهم لا جينواز ديالي، ومن بعد كنزيد طبقه ديال الفرماج، عاوتاني طبقه ديال لا جينواز حتى هي نسقيها بداك القطر، ونزيد طبقه ديال الفرماج حتى نكمل كاع الطبقات ديالي. نسيت البنات، درت شويه ديال القرقاع فوق الفرماج باسكو كيجي زوين وحنا كيعجبنا وكيعطي واحد اللذه كيتوات مع الفرماج ماسكاربون من داك الشيء رفع. فوالا، ونخليكم مع الصور. شمس العشيق قد غربت واستعبرت عيني من الفرقع على الشفق قد سترت حين غيبت سات العشيق شوقا حتى الطيور قد غردت وترنمت ترثي على الواقع يا شمس العشية أمهلت تغيب بالليل رفقا يا شمس العشية بالله تغيب بالله رفقا. هذه باش نديكوري من الفوق، درت كاس ديال الشوكولات مع كاس ديال لاكريم وكاس ديال السكر ودوبتهم. هنا حتى تطفيت البوطه، يعني تدابو كامل نص داك المورسو ديال الزبده باش يعطينا لا بريونس وصافي. هذه باش خويتها من الفوق فوق من الكيكه.
انا هنا التحضيرات اللي كنت درت يعني في باش ديكوريت لا طابل هنا هاد لي صاك كنت خديتهم من بارتي سيتي وخديت هادوك لي ستيكر كما قلت لكم في الفيديو اللي داز خاويين كتبت فيهم هابي بيرثداي دادي ولصقتهم ام تي بي بارتو لصقتهم في لي صاك لصقتهم في القريعات الماء هما هادو لي ستيكر كيكونوا بهذه الطريقه كيكونوا جوج في لو ميم ساشي فيهم 18 بياسه وكيديروا 1 دولار هنا عاوتاني هاد لي ستيكر لصقتهم في الكيسان لصقتهم ديكوريت بهم وورد بيس دادي ماي هيرو اي لاف داد سترونغ فاني دادي مستر فيكسيت اكسيتيرا صافي بليزير وكيعطي واحد سا بيرسوناليز ان تي بو لي شوز ما كيجيش داكشي فاد بحال الا وثاني هاد لي ريبون هادي خديتها بدولار تريبون دولار وخديت وحده اخرى حتى هو في لو ميم تام يعني دوري هذا خديتهم هابي لابي حتى هو ب 2 دولار صافي وديك الساعه هاد لي ساشي خديتهم هادو كيديروهم في لي بيبي شاور اكسيتيرا هما اللي عمرتهم درت لي بونبون باش قلت لكم عطيت باش درتهم للدراري وداو شويه لصحابهم دونك هنا كيبقى المخيله ديال اي واحد يدير داكشي اللي المهم درت داكشي كيما جاني في ديك الساعه فراسي وصافي هاد الكيسان عاوتاني دومينيكا قف كنت خديتهم دولار تري حتى هما دولار الواحد وصافي لصقت هذاك السيكر تما ودرت ان بيتي نو بالدوغي باش يبقى في لو ميم تام Et puisque tout ça c'est pour faire plaisir aux enfants, j'ai fait participer bien sûr mes enfants à tout ça. Là c'est Sophia qui colle les stickers sur les créas diallement. Ou là, Stella dialle décoré ça par la tariqa. درت الكروفيت في الفران مع شويه ديال الملحه وشحرتهم وحطيتهم ان تي بو بارتو كوم سا ودرت دي رونديل ديال السيترون بحال شكل وريده في الوسط ومهم ان بو دو كولور وحطيت معاهم شويه الديسير وشويه ديال العصير وبالنسبه للكيك ابار هذوك الوريدات اللي مصوبتهم بالفرماج درت لابوش ودرتهم لو ريست الوليدات هما اللي داروا هذاك الشيء دونك خليتهم يل بارتيسيپا لور مانيير حطوا دي شوكولا هكذا مهم كما قال لهم راسهم لو ريزولت عجبني صراحه دونك لو بوت هاد انها نفرحهم هما اكثر في هاد القصه كامله و فوالا النتيجه النهائيه ديال لا بريزونطاسيون نتمنى لا فيديو تعجبكم وتكون تكون على هوتور ديال داكشي اللي كتسناو مني ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد عما قريب وشكرا للناس اللي دخلوا عندي مؤخرا مرحبا بكم ونتمنى لي لو كونتوني يعجبكم وميرسي بوغ فو ميساج كاملين اللي اختيكم وعواشركم مبروكه نتلاقاو في فيديو ديال العيد ان شاء الله قريبا والسلام عليكم يا شمس العشيه بالله تغيب بالله رفقه